السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام يا مندي. أين كنت؟ كنت في المكتبة. وماذا قرأت؟ قرأت عن شخصية مسلمة سأكتب عنها في مجلة المدرسة. ومن هي هذه الشخصية المسلمة يا ترى؟ إنه بطل من أعظم القادة المسلمين، لقد قاد المعارك ضد المرتدين، واختاره الخليفة أبو بكر رضي الله عنه لفتح الشام والعراق. نعم نعم نعم، لقد عرفته، فقد انتصر انتصارا حاسما في معركة اليرموك. نعم، وكانت حياته مليئة بالبطولة والإقدام، ولكنه لم يمت كما كان يتمنى. نعم نعم، اكفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبه بسيف الله المسلول. ولكن ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ هذا إنه معجزة فوق الرمال. وعن من يتكلم؟ إنه يتكلم عن حياة موحد الجزيرة العربية. وماذا يقول؟ إنه يتكلم عن حياته الشاقة التي عاشها في مقتبل حياته، وعن تعلمه الفروسية، وعن هجرته خارج وطنه ثم عودته إلى الرياض، ومنها بدأ في توحيد البلاد. نعم، إنما قام به يعد معجزة في هذا العصر الحديث. نعم نعم، رحمه الله. من خلال المشهد التمثيلي اللي في التلفزيون وشاهدناه، السؤال الأول الآن للفريق الأول يقول: من هو؟ طبعا هي من خلال المشهد احنا عرفنا انها شخصيات إسلامية تاريخية، فمن هي او من هو صاحب الشخصية التاريخية التي سوف يكتب عنها سعيد؟ خالد بن الوليد. خالد بن الوليد، إجابة صحيحة، شكرا. تحية للفريق الأول. الفريق الثاني، هناك شخصية أخرى في من خلال المشهد، من هي الشخصية التي يكتب عنها محمد من خلال المشهد التمثيلي اللي شاهدناه؟ الملك عبد العزيز. نعم، جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. تحية لإخوانكم، إجابة صحيحة.